فريد الرفاعي ده لعب دور كبير في مسيرة الشيخ علي حسين مع وجوده في هؤلاء الأقطاب، علي محمود، الشيخ الشعشاعي، الشيخ محمد رفعت ومن فاعتمد في الإذاعة وبدأ يتلو فيها. لكن كان فيه اتجاه في الإذاعة ضده، ما تفهمش ليه، يعني في حاجة ما. ولذلك كانوا يجيبوا الشريط اللي هو أو الاسطوانة اللي هو سجل عليها ويسجلوا عليها برنامج آخر يمسحوه عشان ما عندناش وقت أو ما عندناش فلوس أو ما عندناش بتاع. ولذلك تجد إنه تراثه في الإذاعة مش قد كده، لكن هو كقارئ موجود له حاجات كتيرة وموجود على يعني محاولات لجمع تراثه، تجدها على اليوتيوب وتجدها على وسائل الاتصال الاجتماعي. هل ممكن يكون اتظلم؟ يعني مدرسته دي اتظلمت لانها كانت في وسط مدرسة من الطرب والنغم زي فضل الشيخ مصطفى اسماعيل، زي الشيخ محمد رفعت، زي غيرهم يعني من القامات. الناس كانت بتحبه وتعلقت به جدا، وسبب هذا الحب بالرغم من انه لم يكن يملك صوتا قويا ولم يكن يملك دراسة في المقامات، الإخلاص. الإخلاص يعني وهو بيقرأ بيقرأ بإخلاص، واللي طالع من القلب بيوصل للقلب. ولذلك كون جمهور كبير جدا وجمهور عميق جدا. واضح أنه لم يكن يبتغي شهرة أو مجد أو سمعة، فأخلص فعلا لكتاب الله. هي جات له واضح كده، هي جات له. ولذلك المتبقي من تراثه ما زال إلى الآن حاضرا وما زال إلى الآن. كان الشيخ محمد متولي الشعراوي يقول إن بلده دقدوس متعلقة ومحبة للشيخ علي حسين حب شديد، رحمة الله. وكان نفس الشيخ متولي الشعراوي حريص دايما على إنه هو يدعو الشيخ علي حسين علشان يقرأ في دقدوس ويلبي طلب الأهالي هناك، الأهالي في هذا المقام. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.